بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي، معلم أول حاسب آلي بإدارته التعليمية. هنتكلم النهاردة على مجموعة مقتطفات داخل برنامج العروض التقدمية باوربوينت. لو أنا بشتغل، سواء بشتغل على أوفيس 2003 أو أوفيس 2010 زي ما هنشوف، لو أنا عاوز مثلا أنشئ عرض تقديمي جديد، قلنا من قائمة فايل بختار الأمر نيو، وبيجي يديني الأربع اختيارات اللي هنا: بلانك لو أنا عاوز أعمل فاضي، فروم ديزاين لو أنا عاوز أعمل تمبلت من قوالب جاهزة، فروم اوتو كنترول ويزر لو انا عاوز اجيب من خلال المعالج، او اكسايتنج بريزنتيشن لو انا عندي عرض تقديمي فارغ موجود. هي بتساوي برضو قائمة فايل، واختار الامر نيو، بيدينا هو بلانك، ولا عندي التمبلت، ولا عندي سيمز، ولا عندي اشكال تانية اكسايتنج، ولا عندي بقى هنا فورمز نماذج، هنا ايه مجموعة اخرى او اكتر من الاختيارات اللي هناك. طيب لو انا عاوز مثلا ان انا اعمل اضيف صور، قلنا نفتح قائمة سيرت بيكتشر، واجي على كليب ارت او فروم فايل، دول البيكتشر الاتنين الاساسيين عندي، هختار كليب ارت اللي هي صورة معرض الصور. طبعا الصور دي بتبقى صور كرتونية، وبتفرق لو انا متصل على جهاز الكمبيوتر. مثلا انا هعمل هنا مثلا ابحث على كارد زي ما قلنا قبل كده، هيبدا ان هو الثلاث صور دول اللي انا عارف ان هم موجودين في الاوفيس. طالما الجهاز متصل بالانترنت بيبدا يجيب لي مجموعه تانية من الصور، تبدا طبعا تقف على بال ما يعني نفس الامر اهوت في الاوفيس 2010. بفتح قائمه انسيرت، اخترنا الامر كليب ارت، جينا هنا كتبنا كلمه كارد برضه. احنا قلنا الثلاث صور ديت هي الصور الاساسيه معايا، هو طالما الجهاز متصل بالانترنت بيبدا ان هو يعرض لي مجموعة تانية من الصور. طبعا بتبقى تحملها على حسب الانترنت، اما ان انا بعمل كليك يمين على الصورة واختار امر انسيرت، او ان انا بضغط دبل كليك على الصورة اللي انا محتاجها، فبيتم ادراج الصورة معايا هنا في اللي في العرض بتاعي او في الشكل اللي هي الصورة بتاعتي. يبقى دبل كليك، كليك يمين واختار انسيرت اي حاجة فيهم. طبعا من خلال ازرار التحجيم اللي هو التسع ازرار اللي باينين دول، ببدا ان انا اغير الحجم بتاعها، واضغط شمال واسحب في المكان اللي انا عاوز. لو انا عاوز احرك الصوره كلام من ده، لو محتاج الصوره مش محتاجها ديليت من لوحه المفاتيح، خلاص كده ايه تمام. طيب افتح قائمه انسيرت تاني، احنا في 10. عندي هنا فوتو البوم لو انا عاوز اعمل البوم صور، قلنا قبل كده عليه الشغل بتاعته. لو انا عاوز اجيب صوره من ملف على جهاز الكمبيوتر، بضغط على البيكتشر هنا اللي هي في اوفيس برضو 2003 زي ما هنتعرض لها تاني، وافتح هنا المكان، احدد المكان مثلا وليكن اي مكان، وابدا اختار ايه الصورة ايا كانت بقى. هي انت بتختار ايه على اساس ان هي صورة من ملف بقى، ايا كانت صورة كبيرة صورة صغيرة، انت بقى بعد كده بتعدل فيها زي ما انت محتاج او زي ما انت عاوز. هذه الصورة اهو، طبعا برضو فيها ازرار التحجيم، ببدا ان انا ايه احرك الصورة على المكان المناسب ليها من وجهة نظري. لو رجعنا على 2003، هذه قائمة انسيرت بيكتشر، ادي فروم فايل، ونفس الحكاية برضو بفتح هذا، بيفتح لي المكان اللي انا لسه فاتحه من شوية، واشوف الصورة اللي انا محتاجها، واروح جاي دارج الصورة. طبعا ممكن ان احنا من خلال الاداة بتاعت الست هنا ترانسفير او الشفافية، بضغط هنا واضغط على الحتة البيضاء عشان يلغي لي الايه الخلفية، اللون واحد بيلغي لون واحد من الخلفية، وبالتالي هنا لو حتى جيت حركنا هنا مش هيظهر اللي هي الجزء الابيض اللي كان موجود. تبدأ تحطه في المكان اللي يناسبك على المشكلة، تعمل إضاءة، تعمل إنعكاس، تعمل روتيت لو أنت عاوز تخليها تلف، لو فيها يعني بتاع كلام من ده، لو فيها تعديل تمام. طيب دي بالنسبة لو أنا عاوز أضيف إيه الصور، سواء بقى بالفروم فايل أو سواء من كده، وخدنا قبل كده الأمر التاني. طب لو أنا عاوز أدرج شريحة جديدة، إحنا اتفقنا إن أنا البرنامج بينشئ شريحة تلقائية. باجي هنا على شريط الأدوات أهوت اللي قدامي ده، اللي هو شريط الأدوات التنسيق اللي هو بتاع الفورمات والبار، بلاقي هنا امر اسمه ايه نيو سلايد، هضغط على نيو سلايد، بنشئ لي هنا اوتوماتيك الشريحة عبارة عن تايتل وتكست. طيب ادي تايتل اللي هو عنوان يعني، وايه وعنوان فرعي تكست. طيب حضرتك برضو لو انت محتاج ان انت تغير، بيديني هنا التخطيط اوتوماتيك، بحيث ان انت تقدر تختار عاوزها شريحة بعنوان بس، ولا عنوان رئيسي وعنوان فرعي، بشكل هنا تايتل واتنين تكست، بلانك فاضية، ولا عاوز فيها حياة اشكال كده هنختار، او تتقسم كام تقسيمة انت بتختار الايه، هنختار مثلا دولي
التقسيمه ديت. طبعا التقسيمه ديت هي عباره عن كل الموجود في الصور. بعد كده بقول لي هنا ايه، كليك ايكون اد كونتنت هنا عشان تكمل. اختار واحده من دول. يعني اول واحده الشكل اللي قدامي ده، طبعا ده عباره عن شكل ايه، ده عباره عن شكل اللي هو الجدول، شكل اللي هو الجداول اللي هي اول واحده. لو ضغطت عليها هيروح جاي مدينها، اول ما وقفت عليها اداني انسرت تيبل، تختار العمود وعدل العمود وعدل الصور. الثانيه اللي هو الشارت الرسم البياني، اللي بعديها اللي هو كليب ارت اللي هي صوره معرض الصور اللي احنا سجلناها، اللي بعديها هنا اللي هي شكل الاهرامات ديت انسرت بيكتشر ادراج صوره من ملف، اللي بعدها الدايجرام هو الاشكال تستخدم اغلبا في الرسوم بتاعت العلوم وكلام من ده، انسرت ميديا كليب لو انت عاوز تدريج فيديو. تمام، انا عايز ادرج اهوت مثلا هنا جدول، بقول لي حدد عدد الاعمده وعدد الصفوف اللي انت عاوزها، عاوز تعمل رسم بياني طبعا على حسب بقى الايه الموجود. هي نفس الحكايه، بفتح ادي هنا بقى مباشره من الامر هوم ادي كده، واختار الايه التخطيط المناسب ليا اللي انا عاوزه اعمله على طول. تمام، او من قائمه عندي الناحيه التانية 2003، افتح من قائمه انسيرت عندي اللي هو ايه الامر اللي اسمه نيو سلايد اللي هو بيساوي كنترول ام، برضه نفس الحكايه. وبيقول لي لو انت عاوز تاخد تدرج اللي هو الكليب لاوت او التخطيط، او تختار على حسب الايه الجزء المهم اللي انت محتاج تشتغل عليه. دي لو انا عاوز ادرج شريحه او لو انا عاوز ادرج الصور بتاعتي. طيب لو انا هاجي مثلا هنا هكتب جزء من اي كلام، مثلا وحدات الادخال، انا بحدد كده الجزء، بفتح قائمة عندي عاوز انا اعمل بقى اللي هو الاوامر بتاعتي او الحركات، اعمل حركة سلايد شو، انا محدد طبعا الجزء، افتح القائمة. في هنا عندي اللي هو الانيميشن شيمس، وفي عندي الكاستم انيميشن، وفي عندي الترانزيشن. هي الانيميشن شيمس ديت عندي حركات للشريحة بتاعتي، وبظبط برضه عاوز اطبق على الكل ولا على حاجة. طب لو انا عاوز اعمل حركات مخصصة اللي هي حركات دخول وحركات خروج وكلام من ده، هفتح القايمة واختار الكاستم انيميشن حركات مخصصة، واجي هنا عندي الاد افكت او ايه اضافة تأثير، بيجي يقول انترانس حركات دخول ولا اكزايت حركات خروج زي ما انت عاوز تختار. هختار بقى من هنا واختار المور مثلا، واجي انزل هنا واختار الحركة. هنا طبعا انا عامل بريفيو عشان يعمل لي المعاينة الها، هنا هضغط اوكي لو انا اخترت دي خلاص. بيجي هنا بيقول لي الحركة اللي انت عاوزها وقتين، عاوزها مع لما تضغط على الماوس، وبعدين لو انت هتعملها ممكن تختار بقى مع ايه، لو مع حاجة تانية زيادة تمشي معاها كلام من ده. مش عاجبك الحركة اعمل خروج، ونفس الحكاية حركات الايه اللي هي بتاعت الخروج. طيب لو هنيجي هنا حتى تاني هنا مثلا، هنا انا اخترت بلانك طبعا عشان اعمل عليها او اكتب عليها، طبعا دي نفس الحكايه ممكن هناك برضو. اجي من قائمه الانسيرت وانا واقف اختار الامر اللي اسمه تكست بوكس هنا، واكتب هنا مثلا ديت التخزين، طبعا احدد النص بقى وهو فتح لي هذه قائمه الهوم او تبويب الهوم اسف، واختار النوع الخط اللي انا عاوزه، واختار حجم الخط اللي انا عاوز واللون زي ما انت عاوز. وهنا هفتح الايه الانيميشن اهيت اللي هي الحركات بتاعتي، ممكن اختار من هنا من القايمة، او ممكن ان انا هاجي اضغط على الاد انيميشن واختار مثلا اللي هي نفسها الانترنس والايه الاكزايت، اختار هنا الانترنس، هي بتفتح نفس الايه الامر بتاع 2003 اهيت، واخترت الايه الشكل بتاعي اللي انا عاوز امشي بيه. تمام، طب وهنا تمشي لازم معايا، وهنا طبعا بيديني الاختيارات بتاع الوقت، وعاوزها تمشي مع الماوس ولا تشتغل مع حاجة مع اللي قبليها او مع اللي بعديها او كلام من ده، دي لو انا عاوزها. طيب في عندي كمان حاجة اسمها المراحل الانتقالية، يعني لما انت تيجي تعمل مثلا تنتقل من شريحة وتروح لشريحة تانية تعمل ايه. فعندي هنا من قائمة سلايد شو هلاقي الامر اسمه سلايد ترانزيشن، هي المراحل الانتقالية، تبدأ تختار ادي مرحلة او الشكل، وبيجي يقول لي السرعة بتاعتها ايه، وصوت عاوز صوت معاها يعني صوت صوت مش عارف ماوس صوت سهم صوت طبلة صوت، ويقول لي هنا ايه عاوزها تتنفذ لما تضغط على الماوس ولا اوتوماتيكلي، وتبدأ تظبط العرض بتاعك على توقيت وتطبق على الشريحة ديت فقط، ولا تعمل ابديت اول سلايد تطبق على الكل، وتعمل لو انت عاوز بلاي تشغلها تجرب عليها يعني
على الشريحة كلها هيحصل ايه، وتعمل عرض اللي هو السلايد شو اللي هو عرض الشرايح لو انت عاوز تعمل بشكل عرض الشرايح. طيب الناحية التانية في 2010 انا عندي هو قايمة او تبويب اسمه ترانزيشن. افتح القايمة كده وابدأ اختار مثلا ايه، هذه تبويب وعندي الايفكت بتاعه التأثيرات، وعندي هو عاوز الصوت تعمل صوت معاه، عاوز تعمل مش عارف ايه اللي انت عاوزه هنا في التأثيرات بتاعته لو انت عاوز تعمل. طيب انا هاجي افتح قائمة انسيرت هنا تاني واختار تكست، وعاوز اكتب هنا كلام، بس عاوز اكتب اقول ايه وحدات تخزين رقم 1 رقم 2 رقم كده. هرجع لتبويب الهوم هنا عندي، وهنا انا راجع عندي ادي الباليتس تعداد النقطي، وفي هنا عندي طبعا ايه لو انا عاوز اختار حاجة مخصصة اكتر من كده، وهنا عندي التبويب اللي هو اللي اسمه ايه النمبرنج، ترقيم بقى سواء بالارقام او الحروف زي ما انت عاوز، انا عملتها بالارقام. هنا هنرجع هنا مثلا هنفتح عندي التبويب، هو طبعا مديك هنا بس هم اختار اهوت التبويب اللي هو اللي اسمه ايه بوليتس هيت اللي هي النقط، وهنا النمبر اللي هو ايه ارقام. طب لو انا عاوز اختار المزاج هفتح قائمه الفورمات او قائمه التنسيق واختار عندي امر اسمه ايه بوليتس اند نمبرنج اللي هو بيجمع الاثنين مع بعض. افتح النافذه بيقول لي انت عاوز بوليت، ادي الاشكال اللي عندك، وبتقدر تختار كاستم او بيكتشر لو انت عاوز صوره معينه او كلام من ده. هنا عندي اللي هو النمبر تبدا تختار اللي انت عاوزه، ويقول لك تبدا من كام، من واحد عاوز يبدا من كام. لو عملت نان يعني طبعا هيلغي لي الايه الترقيم، وطبعا لو ضغطت عليها برضو من الشريط هيلغي لي الترقيم بتاعي. يبقى دي بالنسبه لو انا عاوز اعمل ترقيم اللي هو الايه اللي عندي. طيب برضو لو احنا عاوزين نشتغل على حاجه تانية اللي هو لو انا عاوز اعمل طباعه للعرض بتاعي، افتح قائمه فايل واختار الامر اللي اسمه برنت. طبعا المفروض اعمل برنت بريفيو، بس انا بقول ان انا يعني متاكد من شغلي وكلام من ده، فبيجي هنا بختار هنا من هنا اسم الطباعه اللي انا هشتغل عليها، وبختار هنا بقول لي الرينج بتاع الطباعه عاوز اطبع ايه، كله ولا كرنت الحالي فقط، ولا سيلكشن لو انت محدد جزئيه معينه او حاجه معينه. وهنا بيقول لي سلايد لو انا عاوز اقول مثلا من واحد الى 10، وهو مديني هنا مثال اهوت يقول لي يعني من واحد كوما وكذا، ولا من 5 الى 12 كوم اللي هي السيمي كولوم ديت، يعني ايه دي وديت مش او. تمام هنا النمبر وكذا عدد النسخ من كل ورقه، وهنا اللي عاوز تطبع ايه البرنت بتاعته، وهنا الكرر عاوزها كرر ولا من غير كرر. وبعدين ببدا اعمل ايه اللي هو لو عاوز اعمل فريم وادي اوكي ويبدا يشتغل معايا. طيب لو انا هحفظ العرض بتاعي ونكتفي بالجزئيات كده اللي احنا خدناها، لو عاوز احفظ العرض انا عندي اربع طرق مهمه جدا في حفظ العرض. اول طريقه ان انا اعمل سيف او سيف از، والاثنين بيساوي بعض لو انا اول مره اشتغل على المشروع بتاعي ده. اما الامر سيف فالمفروض ان هو بيستخدم في حفظ التعديلات، لكن سيف از لو انا عاوز اغير المكان، يعني لما هختاره ممكن اغير مكان، او عاوز احفظ في نفس المكان بس هغير الاسم، او ان انا هغير الايه الامتداد بتاعي. تمام كده يبقى الاثنين مفهومش مشكله، هما الاثنين زي بعض فيما عدا ان ده بحفظ الاسم. المفروض ان السيف حفظ التعديلات، سيف از عشان اغير مكان امتداد اسم. طيب سيف از وبيج لو انا هحفظ الشغل ده كصفحه ويب لان هعرضه على صفحه الويب. طيب في عندي بقى طريقه مهمه جدا جدا اللي هي لو انا عاوز احفظه كحزمه بيانات. حزمه يعني ايه؟ يعني ان انا عاوز احفظه كمثلا اسطوانه تعليميه. لو انا عامل الشغل تمام تمام عاوز اعمله كاسطوانه تعليميه، اول ما افتح احط الملف ده على الاسطوانه يشتغل اوتوران بقى ويظهر لي بشكل تعليمي كده. عملها ازاي؟ عندي الامر اللي اسمه باكج فور سي دي، هضغط على الباكج فور سي دي بيجي يقول لي الاسم بتاعه ايه، وتضيف الملف لو انت عاوز تضيفه لو انت مش ضايفه يعني. هنا انا عامله تمام التمام وهو ده، هعمل بيقول لي هنا عندي امرين هما مهمين، كوبي تو سي دي لو انت حاطط اسطوانه في الجهاز بتاعك، والجهاز بتاعك رايتر الدي في دي رايتر او كده واحد المشغل، هتضغط كوبي سي دي فهو يبدا ايه ينسخها على الاسطوانه مباشره. ما عنديش الاسطوانه دلوقتي او كده وعاوز احفظها برضه، هعمل كوبي تو فولدر بيجي يقول لي الاسم بتاعه ايه، وهتحفظها في المكان الفلاني اللي هو ايه المكان اللي انت عاوز تعمله. ابدا احدد مكان افتح فولدر وهسمي واعمل سيلكت لفولدر معين من الفولدرات ويبدا يحفظ. طيب هنا بقى في جزئيه مهمه لو انا حفظته باللي هو التو فولدر ديت، في الحاله ديت لما انت تيجي تروح تحطه على الاسطوانه هتدخل جوه المجلد اللي انت عند جوه وتاخد كوبي من الملفات اللي جوه المجلد، مش تاخد المجلد وتحطه على الاسطوانه لان في الحاله دي هيبقى مجلد عادي، لا انا هاخد المحتوى اللي جوه كوبي وراح حطه على الاسطوانه، وبالتالي هيعمل لي هنا الملف اللي انا عاوزه بالشكل اللي انا عاوزه. طيب في حاجه مهمه كمان كنا عاوزين نقولها مع بعض اللي هي حاجه جميله اسمها طرق العرض بتاعتي. انا عندي عشان اختار طريقه من طرق العرض بفتح القائمه بتاعه السلايد شو
فراجع عندي هو الفيو شو. طبعا الفيو شو بتساوي اف 5 اللي هو بتساوي علامة ال سلايد شو فيو شو اهي اللي هي بتساوي علامة الكاسة اللي تحت دهيت. تمام، وده وضع اسمه عارض الشرايح، والوضع ده عشان يعرض الشريحة بكامل يعرضها بكامل الشاشة بالشكل ده، وده اللي المفروض الصح ان انا لما اجي اعرضها تظهر الشغل بالشكل ده، مش يظهر في الوضع اللي انا عارض بيه. عاوز الغي هعمل يعني. تمام كده. طيب الوضع اللي احنا فيه اسمه الوضع العادي او النورمال. النورمال، والنورمال ده هو اللي انا ايه انا عندي هو كمان، ممكن انا جبتها من قائمة ايه سلايد شو اللي هو الفيو شو، وافتح قائمة العرض عشان اجيب الطرق كلها. ادي الفيو شو. طيب الوضع اللي انا معلم اللي هو متعلم عليه اساسا اسمه ايه النورمال. بص اللي هو ديت النورمال دي اللي هو الوضع اللي بيمكنني ان انا اقدر ان انا اكتب واضيف صور واعدل على الصور واشتغل، اللي هو الشغل اللي احنا بنشتغل بيه كله مش بيتم الا في وضع النورمال. طيب في عندي عرض طريقة عرض اسمها سلايد سورتر اهي، واللي هي المربعات اللي هنا لو ضغطت عليها ديت بتمكنني ان انا اعمل اخفاء للشرايح، بتجيب لي الشرايح بشكل كده. ممكن ان انا اضغط على الشريحه واحرك كده فبغير التقديم بتاعها. ممكن ان انا اعمل على الشريحه مثلا كليك يمين واختار هايد واخفيها واظهرها واحذف الشريحه، او اعمل دوبليكيت للشريحه، يعني حاجات كده معينه. لكن عشان اقدر اشتغل مش ينفع اشتغل الا في وضع اللي اسمه ايه النورمال. تمام كده. نفتح قائمه العرض تاني. في عندي امر اسمه النوتس بيج، وده ده اللي هو بيعرض اللي هو ايه الجزء. احنا اتفقنا ان الشريحه هي لما بتيجي تظهر معايا فيها جزئيتين، الشريحه عندك فيها جزئيتين، فيها جزئيه اللي هو اللي فيها العرض ديت ودي المفروض تظهر للناس، وفي جزئيه تحت هنا اللي هي بتاعت الايه النوتس، والنوتس ديت المفروض ان انت بتكتب فيها الملاحظات بتاعتك الخاصه بيك. فانا ديت طريقه عشان اظهر الملاحظات، لكن مش المفروض ان النوتس دي بتظهر لحد اللي لك انت، وبالتالي بيها هنا بيجلبها لي اهيت اللي هي الجزئيه الكبيره اللي تحت ديت اللي هي كليك اد تو تكست. دي كليك تو اد تكست ديت عشان خاطر اضيف اللي هي للملاحظات، وعشان هنا الملاحظات بتظهر معايا. يبقى انا عندي كده اربع طرق للعرض، اللي هي هنا هي عندي في قائمه فيو، يعني عايز اجيبها كامله. النورمال طريقه العرض العادي، سلايد سورتر عشان اقدر اخفي او احذف الصوره، عرض الشرايح اللي هي سلايد شو اللي هي بتساوي اف 5، النوت النوتس بيج. يبقى دي الاربعه بجيبهم من قائمه فيو، لكن لو عايز اجيب عرض الشرايح بس ممكن اجيبها من قائمه سلايد شو، وممكن ان انا اجيبها من خلال الشريط اللي تحت عندي هنا اللي هو قصاد شريط المعلومات او قدام عمود الازاحه اللي عندي هنا، قدام عمود الازاحه بتاعي. تمام كده. اقدر اجيبها من هنا لو فتحنا 2010، هنا عندي في 2010 اهو برضو نفس الحكايه. هنا ادي الشريحه اهيت، وادي النوتس اهيت، وادي عندي الايه الاوامر اهيت. ادي سلايد شو، ادي اللي هو الامر بتاع الريدنج كتاب سلايد سورتر، ادي النورمال. يبقى هنا عندي الايه العروض، عندي برضو اهوت نفس القائمه من قائمه فيو. نضغط على فيو، ادي النورمال، ادي سلايد سورتر، ادي النوتس بيج، اللي هما نفس الطرق اللي هناك، هي نفس الطرق ما فيهاش اي اختلاف ولا حاجه. افتح قائمه فايل واختار الامر سيف، وادي عندي برضو من سيف او سيف از، ببدا احدد الايه المكان اللي انا عاوز اشتغل منه. افتح فايل، يبقى سيف وسيف از هما ما فيش مشكله، او افتح قائمه سيف از واختار باكج برزنتيشن فروم سي دي. لو اضغط على الباكج فروم سي دي وابدا احدد بقى عاوز اعمل كوبي تو فولدر ولا كوبي تو سي دي، لو انا عاوز اعمل او اضيف ملف تاني او كلام من ده، واعمل الامر واكمل على الشغل بتاعي. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده، ونلتقي على خير ان شاء الله. كان معكم الاستاذ امين عبد الحسيب الضريبي، معلم اول حاسب الي باداره التهيئه التعليميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.